تونس 3000 سنة حضارة. مرحبا بكم في FM أحلى راديو. مرحبا بكم في تونس 3000 سنة حضارة، برنامج يومي من الاثنين للجمعة. برنامجنا حلمة، حلمة برشا توانسة حاسين اللي المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ، تاريخنا أحنا، تاريخ تونس، تاريخ الإنسانية. أحنا ما نجم نقدم ولا ما نعرفه أحنا شكون. تونس 3000 سنة حضارة، من إعداد وتقديم دكتور محمد حسين فانتل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من 3000 سنة حضارة كما العادة مع الدكتور محمد حسين فانتر. أهلا بك يا جيهان، وأهلا بمستمعات والمستمعين. مرحبا دكتور، احنا مواصلين حديثنا على المتوسط، على قرطاج ووضعيتها في المتوسط، وكنا حكينا آخر مرة على مجموعة من الحروب اللي دارت خاصة في صقلية، وحابين نعرفوا علاش الأهمية الكبيرة هذية للصقلية، علاش الناس الكل تتعارك عليها؟ صقلية دائما كانت جزيرة، أولا هي في قلب المتوسط، وبالنسبة لقرطاج تعتبر صقلية منها ذات قيمة استراتيجية. شو منها قيمة استراتيجية؟ حب أقول أن سياستها توسعية أو تجارية مرتبطة بالوضع في صقلية. إذن إذا اختل الوضع في صقلية يختل كل شيء بالنسبة للقرطاجي وبالنسبة للمتوسط بصفة عامة. لأن شو منها صقلية؟ صقلية أولا هي في قلب المتوسط، ومنها يقع الربط مع البحار، الماشي اللي ماشي من جهة كما نقول احنا المحيط الأطلسي يمر مكل المنطقة هذيك ويمر بإسبانيا ويواصل يصل بالمحيط، ألا ماشي البحر بحر الشمال كيف كيف، ولابد من أن يكون له السيطرة في صقلية باش ينجم يكون قادر على التدخل ولأمن أسطوله ألا يدخل في البحر. يعني مصلحة اقتصادية بالأساس وعسكرية، وكما نقول عسكرية نقول اقتصادية، لأن القوة العسكرية ماش مجعولة تكون قوة عسكرية، هي قوة عسكرية في خدمة سياسة وفي خدمة مصالح. فالجيش دائما هو معمول ليدافع عن البلاد ويدافع عن سياستها، عن توسعها، عن حضورها، إلى غير ذلك من المهام التي توكل للجيوش بصفة عامة قديما وحديثا وحتى اليوم. إذا الدول الكل تتنافس على صقلية باش تثبت وجودها في المتوسط، في الوقت هذاك كما قلت لي صقلية كانت ضعيفة، ما كانتش نجم تحمي نفسها بنفسها، شنو كان دورها؟ هي مدن مختلفة، ومعناها تنجم تقول مستوطنات من القرن التاسع تقريبا قبل الميلاد. الإغريق ما انفكوا يؤسسون المستوطنات في شرق صقلية، والفينيقيون ما انفكوا يؤسسون المستوطنات في غرب صقلية، وكان اللقاء في صقلية باش ينجموا يلقاوا حل سلمي تفاوضي للمشاكل اللي تطرأ. فإذا كان قوة من القوى تسيطر على كامل صقلية يختل الوضع ويصبح معناها يعني يسيطر على صقلية يسيطر على البقية. قرطاج كان عندها طموحات وأنها تسيطر على كامل صقلية ولا لا؟ حاولت، ولكن قرطاج بما هذا زاد يدخل في استراتيجية قرطاج، ولابد من الحديث عن استراتيجية. فرصة هذه يعني هي فرصة. الاستراتيجية هي في الواقع معناها توجهات، هي توجهات مختلفة وتهدف إلى تأمين شيء أو هدف من الأهداف. فمثلا قرطاج لها طموحات تجارية في إسبانيا، فلا بد لها من حضور في صقلية حتى تؤمن سلامة الأسطول اللي يمشي لإسبانيا وربما يتجاوز حتى إسبانيا ويمشي للمحيط الأطلسي ويطلع حتى للشمال. خنزيتوا نوضحوا أكثر دكتور، شنو المخاطر اللي تنجم تهدد الأسطول التجاري لقرطاج إذا ما كانتش موجودة وحاضرة في صقلية؟ مثلا هي حضور في صقلية باش نجم تدخل بسهولة، باش نجم في حالة خطر يمكنها التدخل بسرعة وبنجاعة. هكا علاش يحبوا هما عندهم القواعد هذه في صقلية هي للتدخل. والواقع هو كانت هناك علاقة متينة بين نجم تقول استراتيجية والأهداف الاقتصادية. استراتيجية هي أولا استراتيجية إيش معناها؟ هو وضع مخططات. قول مثلا في المخطط باش نقوم بتوسع او محاوله توسع في منطقه على السواحل الاطلسي، محيط اطلسي، يلزمها هدايا، يلزمها كما نقول احنا وسائل عمل لتنفيذ هذا المخطط. قرطاج دكتور كي نحكيو على الاستراتيجيه اللي كانت تتبعها قرطاج في الفتره هذيك، كنت كل مره تغير الاستراتيجيه نتاعها ولا كنت عندها استراتيجيه واضحه تمشي عليها؟ قرر.
الصقلية كان دائما نقطة قارة. واليوم اللي خرجت فيه خرجت قرطاج من الصقلية نجم تقول بدأت هي بداية النهاية بالنسبة لقرطاج. باش نعرفوا الأهمية نتاعها، أهمية نتاع الصقلية، لأنها الصقلية هي مكانها من الوصول إلى إسبانيا. أنا استراتيجية هي أهداف تضعها الدولة، وللوصول إلى هذه الأهداف هناك سياسات معينة. فبالنسبة لقرطاج كانت لها سياسة حضور أولا في شمال أفريقيا، ومنع كل من يريد مزاحمتها في شمال أفريقيا. ثانيا حضورها في صقلية وسيطرتها على الطرقات التجارية، وكذلك سلامة أسطولها في البحر الأبيض المتوسط. سلامة الأسطول تستوجب أيضا قواعد، إذا كان أما سفن ماشيين في البحر يجب عندها نقاط ارتكاز باش في حالة خطر يمكنها التدخل وتمكن أو حتى أو مرافقة الأسطول التجاري حتى يوصل ينفذ المهمة متاعه. صارت حادثة كما هكا، حادثة مماثلة طلبت التدخل من الأسطول البحري ولا الحربي باش يحمي السفن التجارية؟ عندك مثال، بدأت الأمثلة تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. في القرن السادس قبل الميلاد وتحدثنا عليها معركة الألاليا في كورسيكا. في كورسيكا وقت أغريق جاءوا وانتصبوا في كورسيكا وفي أي في قلب المتوسط، وبدأوا يعملوا في القرصنة. من قرطاج كان عليها أن تتدخل وتعاونت مع الأتروسكيين وعملوا أسطول مع بعضهم وقاوموا القرصنة من الإغريقية إذلاك، وطردوا وقضوا على أسطول القرصنة. وهكذا نرى كيفاش السلطة العسكرية أو القوة العسكرية تسخر لتنفيذ هدف معين، الأهداف وتنفيذ الأهداف. هكذا فهمنا أهمية متاع الصقلية في البحر الأبيض المتوسط، واخدينا فكرة زيادة على الحوادث اللي تنجم تصير. حكيتنا على الاستراتيجية اللي تبعتها قرطاج دكتور. كنت فما استراتيجيات مماثلة في البحر الأبيض المتوسط هكا القوى تتنافس ويكون عندهم نفس الاستراتيجية تقريبا؟ مثلا أولا هناك في صقلية نفسها كانت سيراكوزا، سيراكوز تمثل قوة معادية لقرطاج، وكل من سيراكوزا وقرطاج يمنها قاعدين يرسوا على بعضهم وحتى يتنافسوا حتى في صناعة السفن وفي تكوين الأساطيل. فكانت قرطاج مثلا لها ثلاثة أساطيل هامة لتطبيق استراتيجية متاعها ولحضورها في المتوسط. أولا أسطول منها مخصص لحماية السواحل الأفريقية، وهذا الأسطول يمتد من العمل متاعه أو مهامه حتى القرينة، وهذا الأسطول مجعول ليحمي المواقع القرطاجية التي يمكن أن تكون ضحية الجشع في قرينة. قرينة دي هي مدينة إغريقية توجد في شرق ليبيا حاليا، جيت معناها بعيدة على طرابلس تقريبا 100 كيلومتر. وهذا الأسطول إذن مكلف بالمنطقة الوسطى والجنوبية. ثم عندك أسطول اللي هو مكلف بمراقبة الصقلية نفسها والتدخل عند الحاجة للدفاع عن صقلية وعن مراكز قرطاج في صقلية وعن معناها مصالحها، المصالح متاعها. مثلا صقلية كانت تمد قرطاج بالقموح، فلابد أن نحافظ على هذه القموح، وإذا كان هناك قوة تريد أن تفتك صقلية، وهذا الشيء صقلية أيضا كانت هامة جدا لأنها ثرية فيها ثروات الفلاحية وثروات معدنية، إلى جانب التنافس الموجود وعدم الاستقرار بين مدن عديدة على كل مدينة دولة. وهالدولة مثلا سنرى كيفاش قرطاج يلزمها أيضا تعرف كيفاش تحافظ على سيادتها وعلى المناطق متاعها باش تنجم أيضا تواصل الدفاع على لا فقط على مكاسبها الموجودة في إسبانيا مثلا وعلى مناجم الفضة. إسبانيا هي فضة. وثم بالأسطول هذا مجعول باش يمكن القرطاجيين من التوغل في المحيط الأطلسي، ويوصل حنون إلى مناجم الذهب، ويوصل خيملك إلى مناجم القصدير في إنجلترا. فإذا كان هناك ثلاثة أساطيل كبرى. الأسطول الثالث
الثاني هو لاهي ب صقلية؟ لا، السول الأول تاع قرطاج. اي هو حماية السواحل الأفريقية. اي في نحو ليبيا ونحو منها ما يسمى بالسرت الأكبر. اي ونعرفوا كيفاش كانت قرطاج لازمها تدخل فيما يخص الحدود وقضية الأخوين فيلان. فهذا أيضا من الأشياء التي تجعل القرطاجيين مطالبين بأن يكونوا حاضرين في مياه المتوسط ويكون أسطول خاص بمراقبة الملاحة في تلك الربوع، ربوع السرتة في ليبيا الكبرى بصفة عامة. ثم عندك الأسطول الوسط في قرطاج وأفريقيا وما حولها وكورسيكا، يعني فيما يسمى بوسط البحر الأبيض المتوسط. ثم الأسطول الثالث مهامه في المتوسط في غرب أقصى غرب متوسط أي في إسبانيا. لا يمكن للقرطاجيين أن يؤمنوا طريق إسبانيا إن لم يكن لهم أسطول قادرة على حمايتهم وحماية الملاحة. أنا نحب نعرف أكثر على الآليات اللي كانت تستعملها قرطاج في الحروب نتاعها. نحب ناخذ معك زيادة فكرة دكتور على الأساطيل هذية، من شنو كانت تتكون، العدد نتاعهم، عدد السفن وغيره. أما نخليه هذية للحلقة الجاية معك في 3000 سنة حضارة. كانت هذه حلقة اليوم من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. اللي فاتت الحلقة ينجم يلقاها على IFM.tn. غدا نتقابل في حلقة جديدة على IFM أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.